ألف مبروك للفريقين على هذا المستوى الجيد. طبعا بداية مع الكابتن عبد الرحمن الحريب لاعب فريق العدالة. كابتن عبد الرحمن مساء الخير، يعطيك العافية كابتن. قدمتوا اليوم أنتم وزملائكم في العروبة مستوى مميز كابتن، ما استطعتم الفوز على ملعبكم. الحمد لله على كل حال، أشكر فريق العروبة على الجيم الحلو، قدمنا مباراة تليق بالفريقين. الحمد لله كنا نتمنى الفوز بس ربي ما كتب لنا. الحمد لله ان شاء الله نعوض في الجاي، وباقي الكوره في ملعبنا وان شاء الله نعوض في الجاي. يمكن اليوم قدمتم انتم وشقاكم العروبه ايضا مباراه جميله جدا ومفتوحه كابتن، ايش السر يعني لما تلعبون مثل مع العروبه الفرق يعني مثل العروبه دائما مستواكم يكون جيد كابتن؟ اغلب الافريق اللي تنافس على الصعود اغلبها طريقه لعبها مفتوح، ما في تكتلات ورا مثل اللي ينافسون مثلا على الهبوط، وذا اللي ينافسون على الصعود اكيد يبي يروح يهاجم يبي يسجل، فيصير اللعب دائما مفتوح. ومثل ما شفت المباراه اليوم بين فريقين كبار ولعبنا لعب مفتوح، مثل ما شفت النتيجه 3-3 انتهت. كنا نتمنى الفوز بس الحمد لله ان شاء الله نعوض. فرص عديده كانت للعداله تصدى لها الحارس، عدم توفيق ولا تالق من الحارس العروبه كابتن؟ والله مثل ما انت شايف يمكن عدم توفيق من مهاجمين، يمكن توفيق من الحارس، يعني كلها واردة، يعني تصير تألق حارس تصير عدم توفيق من المهاجمين. كابتن لا شك انكم انتم تبحثون عن الصعود وفي مرحلة صعبة، الآن تبقى تقريبا 6 مباريات، كيف العدالة وكيف طريقة اللعبة اللي راح تكون اكيد مع فرق المقدمة الخليج أكيد الوحدة؟ اكيد الحين المباريات تقريبا نلعبها ككؤوس مثل مباراة بكاس نعتبرها، الحين خلاص ما عاد الا خير 6 مباريات نلعبها ككؤوس. ان شاء الله كابتن. الله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. موفقين. شكرا كابتن عبد الرحمن. اذا حديث الكابتن عبد الرحمن. الكابتن سعيد الدوسري طبعا من العروبه، ننتظر طبعا ان يكون معنا في لقاء، وهو من سجل الهدف، وايضا عبد الرحمن الحريف سجل الهدف للعداله في هذه المباراه. كابتن سعيد الدوسري حياك الله، مساك الله بالخير كابتن. ما شاء الله تبديل موفق ونزول وحركت الفريق واستطعت تسجيل هدف، ولكن يعني في الدقائق الاخيره احرز العداله التعادل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. قرب كابتن بس سمحت. سمح. قرب بس شوي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مساك الله بالنور والسرور. الله يسعدك. نزلت الشوط الثاني. كان يعني المدرب معتمد على يعني اقل شيء التعادل، او يعني نحافظ على النتيجه في الشوط الاول. فنزل باوراق هجوميه والحمد لله اني سجلت الهدف الثالث. كابتن يعني العروبه احيانا يكون مستواه مش ذاك المستوى، اليوم قدم مستوى جيد كابتن، لماذا لا يستمر العروبه بنفس هذه المستويات؟ العروبه اذا كان في يومه لعب زين، واذا ما كان في يومه عاد واحد يقول يحاول قد ما يقدر يسوي، لكن العوض على الله. مقتنعين في هذه النتيجه كابتن؟ والله هي تعادل بطعم الخساره. يعطيك العافيه كابتن، هذا لك الضيف. يعطيك العافيه كابتن عبد الرحمن.